فربعه ديال الحلقات بخيام المنصوريه غادي نعيشوا مع اربعه ديال العائلات اجواء تخيام باش يخرجوا من هموم العام بكاع حوالو. المهم يبدلوا الجو، يخرجوا من الضيور، يحيدوا القنط والروتين، ولكن حياتهم كتبقى هي حياتهم بهمها فرحها مشاكلها وبحتى بحلولها. ماما الخضره درتي علينا بالعان، انا وياك صحاب واساس وكني راه الدراري غدير لنا المشاكل.